وللمزيد مشاهدينا حول أسواق العملات، معي الآن مباشرة من عمان أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة أكويتي. أحمد أهلا وسهلا بك. تراجعات الدولار تأتي في ظل أيضا تراجعات في عوائد السندات الخزانة الأمريكية، والرهان كبير أنه الفيدرالي سوف يبدأ بتخفيض أسعار الفائدة في شهر مارس، ولكن البعض يعتبر أنه هذا تفاؤل مفرط نراه في الأسواق، ما رأيك؟ صباح الخير لرا، شكرا للاستضافة. نعم، حاليا في آخر شهرين هو كرنفال السندات، تسعير تخفيض أسعار الفوائد، عوائد السندات باتت تسجل الانخفاضات، أسعار السندات تسجل ارتفاعات، مما انعكس بكل تأكيد على أداء الدولار الأمريكي. لرا، عندما ننظر إلى البيانات الاقتصادية قد يكون هناك مبالغة في الأسواق في تحركاتها نحو تخفيض أسعار الفائدة بشكل مبالغ فيه، 150 نقطة أساس تتوقعها الأسواق بتخفيض أسعار الفوائد في عام 2024. عندما ننظر إلى الأرقام الاقتصادية قد يحتاج الفيدرالي الأمريكي إلى بعض الأرقام الاقتصادية لتوجيه بوصلة تخفيض أسعار الفوائد. النمو الاقتصادي لحتى الآن يعتبر جيد جدا، بكل تأكيد عوائد السندات وانقلابها لم تكذب سابقا، كانت تعطي إشارات بأن الركود الاقتصادي قادم، لكن أرقام النمو الاقتصادي بين يدي الفيدرالي الأمريكي لحتى الآن تعتبر جيدة نوعا ما، مما يعطي إشارات بأن الفيدرالي الأمريكي لا يتحرك إلا كرد فعل على البيانات الاقتصادية. دائما ما نرى الفيدرالي الأمريكي يحرك السياسة النقدية عندما يكون هناك دافع من البيانات الاقتصادية. لحتى الآن البيانات الاقتصادية، النمو الاقتصادي يعتبر نوعا ما مرن، الوظائف لحتى الآن تعتبر جيدة، البطالة تعتبر منخفضة، مما قد يعطي انعكاسات بأن إمكانية موجة جديدة بالنسبة للتضخم، لأنه تاريخيا لم نرى التضخم ينخفض من الذروة ويستمر على أرقام منخفضة بالنسبة للتضخم. فبالتالي البيانات الاقتصادية الموجودة قد تعطي بعض المخاوف، لن أقول ستدفع الفيدرال الأمريكي لتغيير السياسة النقدية بشكل كامل، لكن قد تعطي بعض المخاوف بأن الفيدرال الأمريكي قد يحتاج بعض الوقت لمتابعة الأرقام الاقتصادية القادمة في عام 2024. بكل تأكيد المؤشر المفضل بالنسبة للفيدرال الأمريكي التضخم يعتبر جيد جدا، التضخم جيد جدا، لكن قد يحتاج الفيدرال الأمريكي المزيد من الوقت، أرقام اقتصادية أخرى لتحريك إمكانية تخفيض أسعار الفوائد في الفترة القادمة. أحمد، إلى أي مدى يعني تتخوفون من إمكانية عودة الارتفاع للتضخم على المستوى العالمي بسبب الهجمات التي نراها في البحر الأحمر؟ هذا يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الشحن، وبالتالي ممكن أن ينعكس ذلك في ارتفاع في أسعار المنتجات. هل برأيك هذا عامل لم يحتسب بعد في الأسواق؟ بكل تأكيد لارا، ليس فقط هو عامل الاضطرابات أو التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وإمكانية دفع غلاء الأسعار، عندما ننظر أيضا حتى إلى المديونية في الولايات المتحدة الأمريكية تسجل ارتفاعات أرقام قياسية بشكل مستمر جدا. استمرار طباعة الأموال بكل تأكيد تأثيره بشكل كبير على التضخم على المدى الطويل، ليس فقط على المدى القصير. حتى عندما ننظر إلى الأرقام الأخيرة بالنسبة لمكونات التضخم، لا يزال هناك مكون أساسي بالنسبة لقطاع الخدمات يسجل بعض الارتفاعات أو حتى على الأقل الثبات.